السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. النهاردة أنا حبيت أعمل فيديو عشان أتكلم عن تول مهم جدا تكون موجودة في السكيل سيت بتاعت أي حد مهتم بمجال التحليل المالي، والتول دي هي الداشبورد. الداشبورد بتساعدك إن أنت تفيجواليز مجموعة بيانات كبيرة جدا في شاشة واحدة، بحيث إن اللي يشوفها يقدر في خلال وقت قصير يفهم الداتا دي بتتكلم عن ايه، ويقدر يعمل ريليشن شيبس ويلينك بين الداتا وبعضها. وبما انك كشخص شغال في التحليل المالي، هيبقى مطلوب منك في اوقات كتيرة ان انت تريبورت الريزولتس، سواء كان من various analysis او budget versus actual او performance analysis on a monthly basis لمجموعة من الستيك هولدرز، سواء كانوا internal او external، وممكن يكون بعض منهم الباك جراوند بتاعته مالهاش علاقة بالاكاونتنج او الفاينانس، وفي معظم الاحيان مفيش حد فيهم هيبقى عنده وقت ان هو يقعد 30 دقيقة او 45 دقيقة you go through all the data. فالداشبورد بتساعده ان هو يقدر يوصل للي هو عايزه في فترة زمنية قصيرة. في خلال سلسلة الفيديوهات دي انا هبني معاكم داشبورد from scratch معتمدا فقط على الاكسل، مش هستخدم فيها اي تولز تانية، وغالبا هقسم السلسلة دي حوالي 4 أو 5 فيديوهات. والهدف من السلسلة دي طبعا مش ان انت تبني identical داشبورد اللي احنا هنعملها دلوقتي، لكن الهدف ان انت تكون عارف التكنيكس والتولز اللي ممكن تساعدك ان انت تبني your own داشبورد based على الداتا اللي عندك انت في الشركة. هنا انا عندي شيت في الداتا بتاعتي لشركة وهمية بتبيع فرنتشر. الشركة عندنا هنا بتوبريت في 3 countries، مصر والامارات والسعودية. كل كونتري فيه 2 سيتيز، مصر كايرو واليكس، الامارات ابو ظبي ودبي، والسعودية الرياض والمدينة. وعندها 3 بيزنس لاينز، بتبيع بيدرومز وبتبيع كيدز روم وبتبيع ليفينج رومز. كل بيزنس لاين فيه كذا برودكت، يعني مثلا عندنا في البيدروم في بيدز وفي واردروب، في الكيدز روم في عندنا كار بيد وفي فروزن بيد، وفي الليفينج روم في عندنا صوفا وتشير. وعندها طبعا كذا كلاينتس، انا هنا برضو حطيت 3 راندوم كلاينتس. وهنا السيلز بيرسون، كذا سيلز بيرسون، من اللي مسؤول عن عملية البيع دي، والسيلز تايب هل هو كاش ولا كريدت، وعدد اليونت اللي اتباعت، والبرايس بتاع كل يونت، وفي الاخر الاماونت. فالديتا دي الديتا بتاعت الريفينيو بتاعتنا في سنة 2020. فخلينا في الاول نهارد كود الديتا دي كلها علشان ما تتغيرش معانا واحنا شغالين، لان طبيعي الداتا بتاعتك هتبقى هارد كودد، مش هتبقى دايناميك. اوكي، دلوقتي طبعا زي ما انتم شايفين هنا احنا عندنا 998 رو تقريبا، واحنا الهدف بتاعنا في الاخر ان احنا عايزين ناناليز الريفينيو داتا دي عن طريق ان احنا نعمل داشبورد، دايناميك داشبورد، بحيث ان انا اقدر اختار من الداشبورد دي اي شهر او اي برودكت او اي كلاينت وهو يديني الداتا بتاعته. فخلينا نروح هنا على الشيت بتاع الداشبورد. اول حاجه خلينا نريموف الجريد لاينز، نأد باك جراوند. انا عندي باك جراوند احب استعملها في الداشبورد هنا، الباك جراوند دي. وبعد كده خلينا انسرت تكست بوكس يقول بيرفورمانس داشبورد، ريموف الفيل الابيض ده، خليها نو فيل، واختار من هنا الداشبورد، نغير الفونت، نكبره شوية، وممكن نغير الكالر بتاعه كمان. انا هنا معتمد ثيم بلو شوية، فخلينا ناخد لسه في اوتلاين هنا، خلينا نشيله برضو، نشيل اوتلاين، نو اوتلاين، تمام. اوكي، خلينا دلوقتي نبدأ نتكلم ازاي ممكن نعمل الداشبورد. الداشبورد المعتمد على الاكسل بس بتبقى معتمدة بيسكلي على ريليشن شيبس بتوين البيفت تيبلز. فاحنا اللي هنعمله ان احنا هنعمل كذا بيفت تيبل بعدد التشارتس اللي احنا عايزين نحطها او بعدد الداتا اللي احنا عايزين نوريها في الداشبورد، وبعد كده نربطهم كلهم ببعض بحيث ان انا اقدر من خلال السلايسز احدد الداتا اللي انا عايزها. خلينا نبص على الداتا بتاعتنا ونشوف ايه اللي احنا ممكن نكون محتاجين نعرفه من الداتا دي. احنا عندنا هنا الريفينيو متقسم بير كونتري بير سيتي، بالبيزنس لاين، بالبرودكت، بالكلاينت، بالسيلز بيرسون، بنوع السيلز هل هو كاش ولا كريدت،
بعد اليونتس. فانا ممكن اكون محتاج مثلا اعرف البرفورمانس بتاع كل كونتري لوحدها، يعني محتاج اعرف الكونتريز كومبير تو ايتش اذر اني فيهم بيحقق ريفينيو اعلى. ممكن اكون محتاج اعرف جوه الكونتري ايه اكتر سيتي بتحقق ريفينيو، او ايه اكتر برودكت بيعمل لي ريفينيو، او مين هو اكتر سيلز بيرسون بيحقق التارجت بتاعه، او ايه البرسنتج بتاعتي من الكاش فيرسس كريدت. فانا اللي ممكن اعمله في الداشبورد دي ان انا ممكن اعمل جرافس لكل حاجه من دول واربط الجرافس دي كلها ببعضها، بحيث ان انا في الاخر لما اختار سيتي معينه يجيب لي كل الداتا بتاعتها، لما اختار كونتري معينه يجيب لي الداتا بتاعتها، وبالتالي اقدر اكومبير البرفورمانس بتاع الكونتريز او السيتيز او السيلز بيرسون او البرودكت او وات ايفر. فخلينا الاول نحول الداتا دي لتيبل، سيلكت اول كنترول تي عشان احولها لتيبل. اوكي كده الداتا بتاعتي بقت في الفورم بتاع تيبل، والتيبل الميزه بتاعته ان هو دايناميك معايا، فانا لو زودت اي سيلز بيكمل معايا زي ما هو، مش محتاج ابديت الداتا بتاعتي، وفي نفس الوقت بيبقى سهل جدا ان انا اعمل البيفتس منه. هقف في اي خليه جوه التيبل وادوس انسرت بيفت تيبل نيو ورك شيت. اوكي هيعمل لي بيفت تيبل في شيت جديده، نسمي الشيت دي ريفينيو داش كونتري، ونسمي البيفت برضو ريفينيو داش كونتري عشان لو حبينا نرفرنس البيفت ده بعد كده. وبعد كده احنا عايزين نشوف هنا في البيفت ده الريفينيو لكل كونتري، هنحط الكونتري بتاعتنا في الروز، ونحط الاماونت اللي هو الريفينيو في الفاليوز، وبعد كده ندوس انسرت بيفت تشارت ونختار التشارت اللي احنا عايزينها. انا هنا عايز اعمل بار تشارت، واختار بار تشارت وادوس اوكي. اغير الديزاين عشان يبقى ماشي مع الثيم بتاعي، انا اختار دي، نكلين التشارت شويه، هايد اول فيلدز باتنز اون شارت، نغير التايتل ريفينيو بير كونتري، صغر الفونت شويه، ريموف التوتال، ريموف دي، ريموف الجريد لاين، كليك يمين Add Data Labels. لو لاحظت هنا هتلاقي ان الارقام كبيرة جدا وممكن يكون صعب ان حد يقراها، ففي طريقة ممكن نفورمات النمبرز بيها بحيث تكون اسهل للقراية. هنكليك يمين على، او خلينا نسلكت all of them، كليك يمين Number Format، هروح على Custom واعمل Shift 3 فاصلة فاصلة فاصلتين عشان اقربها لاقرب مليون دوت زيرو، وبعد كده اعمل كوتس ام كوتس، وده هيخليه يقربها لي لاقرب مليون بوينت ويكتب لي بعديها ام عشان اعرف ان ده مليون. بعد كده ادوس اوكي، هنلاقي هنا ان الفيجرز اتغيرت بقى 37 مليون 36.7 و40 مليون في ايجيبت. خلينا نضيف السلايسر بتاعتنا برضو اللي هتساعدنا بعد كده ان احنا نفلتر الداتا. هندوس على اي خانه جوه البيفت بتاعنا، كليك يمين على مانث اد از سلايسر، نفس الكلام للكونتري، نفس الكلام للسيتي، نفس الكلام للبيزنس لاين والبرودكت والكلاينت والسيلز بيرسون، بس كده. وهناخد كل السلايسر دول، دوس كنترول ونكوبي all of them، وبعد كده كنترول سي، نروح على الداشبورد كنترول في، بعد كده نروح على السلايسر نختار الشكل اللي احنا عايزينه. انا عندي واحدة هنا بستخدمها جاهزة مع الثيم ده، بس هوريك ازاي انت ممكن تغير الفورمات بتاع اي واحدة. لو رحت على السلايسر هنا واخترت اي واحدة فيهم، خلينا ناخد مثلا اللايت دي، بعد كده ممكن تعمل كليك يمين دوبليكيت، هيعمل لك واحدة جديدة سميها زي ما انت عايز، مثلا نيو سلايسر، وبعد كده هول سلايسر تدوس على فورمات.
هتقدر تختار البوردر اللي انت عايزه، الفيل كولر، الانسايد، السلايسر، تغير الفونت، تصغره او تكبره، وبعد كده تدوس اوكي. وممكن تغير برضو الهيدر والسيلكتد ايتم، يبقى الكولر بتاعها ايه، واللي فيها داتا واللي وداوت داتا. يعني ممكن تغير الفورمات بتاع السلايسر كل حد ما توصل للشكل الملائم بالنسبه لك، وبعد كده تدوس اوكي، هيعمل سيف للسلايسر دي. بس انا عندي اوريدي واحده جاهزه، هي دي اللي هنستخدمها. خلينا ننقل السلايسر على الجنب هنا، حط هنا مثلا الكونتري، خليها تو كولومز، صغرها شوية، حط بعديها السيتي برضو نصغرها شوية، خليها ثري كولومز، خليها تو كولومز برضو. بعد كده نحط البيزنس لاين، برضو تو كولومز. بعد كده البرودكت، تو كولومز. بعد كده الكلاينت، والمنث. المنث اكشلي عايزين نخليه فوق، ممكن نعمل سيلكت ليهم كلهم. اوكي، نزلها تحت شوية، ننزل الكونتري ونجيب المانث، تو كولومز، نحطها فوق. مش ليه، ممكن نخليها 3 كولومز. اوكي، كيدز بزنس لاين، ننزل كلاينت دي لتحت شوية، برودكت تمبرني. اوكي، fair enough. دلوقتي عندنا السلايسر بتاعتنا كلها، الفلترز فاضل لنا ان احنا نحط التشارتس، واحنا اوريدي عملنا اول تشارت، دول ممكن نشيلهم خلاص، ديليت كل السلايسر دي، ديليت. ناخد التشارت اللي احنا عملناها كنترول سي، ونروح على الداشبورد وندوس كنترول في. خلينا نروح على الفورمات، الشيب فيل، خليها نو فيل عشان نشيل الفيل بتاعها، وخلينا نروح على انسرت شيبس، نختار شيب وخلي اوتلاين بتاعه نو اوتلاين، الشيب فيل خليه بلاك، وخلينا نروح على كليك يمين فورمات شيب، بعد كده فيل، ونخلي الترانسبيرنسي 50%. اوكي، نكبرها شوية، line it here، حط ال revenue per city، كليك يمين، bring to front عشان تبقى هي اللي on top، close it here، صغرها شوية، دلوقتي هي بتديني الداتا revenue per country. لو اخترت جان هتجيب لي الداتا بتاعت جان، فيب، جون، سبتمبر، ديسمبر وخلافه. بس لو مثلا عايز اقارن بين شهرين واخترت جان واوجست، هتدي لي جان واوجست مع بعض. طب افرض انا عايز اشوف ال comparison between the two months، فممكن نرجع على ال pivot اللي احنا عملناه، نختار ال pivot، pivot table analysis، field list، ونحط المانث في الكولوم هنا. ده هيخليها شوية ميسي، الداشورد كمان
حتى السلايسر دلوقتي اتقلبت دايز. خلينا نشيل السلايسر دي، روح على الريفينيو بير كونتري، خد المانث هي السلايسر عشان ما يجيبش الايام، حولها بتاعتنا كنترول سي، الداشبورد كنترول في، خليها 3 كولومز، الامتي دوز علشان نشيلهم كليك يمين هنا، سلايسر سيتنجز، هايد ايتمز وذ نو داتا، اوكي خلاص راحوا. دي مغطية على التانية، فخليها send to back بس خلاص تمام. بعد كده دلوقتي لو اخترنا جان وفيب هيديني ال comparison between جان وفيب. طبعا هنا انا مش عارف انهي جان وانهي فيب، فندوس على البلس هنا ونختار الليجند، نعلم عليها، هتطلع علينا جان وفيب، خلينا نطلعها هنا او اكشلي خليها زي ما هي اوكي. وطبعا ممكن نغير الكالرز دي زي ما احنا عايزين، خلينا نخلي فيب لايت كولر، وخلينا نخلي دوت داركر كولر اوكي جريت. دلوقتي لو انت اخترت جان وفيب فور اكزامبل هيوري لك هنا ان فيب الريفينيو بتاع يو اي دروب فروم 3.5 تو 2.9، نفس الكلام كي اس اي دروب من 4 ل 2.5، وايجيبت من 2.9 ل 2.6. لو جيت هنا اخترت في الكونتري فلتر دي ايجيبت بس هيجيب لك الداتا بتاعت ايجيبت بس، لو اخترت كي اس اي نفس الكلام ونفس الكلام يو اي. وطبعا تقدر برضو تفلتر بالسيتي، لو اخترت دبي بس هيدي لك الريفينيو بتاعها، ونفس الكلام البيزنس لاين، لو اخترت الليفنج بس هيدي لك الريفينيو بتاعها مانث اوفر مانث، والبرودكت لو اخترت برودكت معين، ونفس الكلام برضو للكلاينت، لو اخترت كلاينت معين هيدي لك الريفينيو بتاعه. هنا مثلا ممكن نشوف ان كلاينت زي هوم فرنتشر الريفينيو بتاعه في يو اي نزل من 1.7 مليون ل 0.1 مليون، فده ريد فلاج كبير المفروض نكون عارفين ايه السبب بتاعها بس. وكده نبقى عملنا اول تشارت. في الفيديوهات اللي جايه هنكمل بقيه التشارتس ونكمل الداشبورد كلها، وهنتعلم ازاي نربط التشارتس ببعضها بحيث ان الفلترز دي تشتغل على كل التشارتس في نفس الوقت. فانا لو اخترت برودكت معين كل التشارتس بتاعتي تتغير بناء على الفلتر اللي انا اخترته. لو عندكم اي اسئلة او استفسارات بخصوص الجزء اللي احنا شرحناه لحد دلوقتي سيبوها لي في كومنتس تحت وانا هرد عليكم، ولو عندكم اي اسئلة او اقتراحات بخصوص الفيديوهات اللي جاية برضو سيبوها لي في الكومنتس تحت، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.